في زمن مقداره 7 دقائق و51 ثانية. تهانينا والناموس لحميد بن سهيل بن حميد بن حارب الدرعي، والتهنئة موصولة لصالح بن محمد بن سالمين الذي راقب انطلاقة الشاهنية في الشوط الماضي. التحية مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام متجددة، هكذا ينطلق مشاهدين الأعزاء شوطنا 18. شاهدتوا معنا 17 شوطا في هذا الصباح، هكذا يسير شوطنا 18 بحفظ من الله ورعايته، وهو شوط الختام الذي يودع برنامجنا من خلال انطلاقة التمهيدي الثاني لفئة الإذاعة من مسافة 5 كيلومترات. يسير شوطنا 18 الخاص بالابكار المهجنات الاصايل. نسير الى مقدمه الشوط ونتابع الصداره والمركز الاول شعار العماله اللي يتقدم على البدايه الاولى على ظهر دلمة طالب بن حمد بن بريك على فهيده المري اللي يتقدم على المركز الاول، بينما الانتقاله الى المركز الثاني نتابع سوده اللي تحتل المركز الثاني، محمد بن علي بن مبارك المنصوري تحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث اللي تتقدم هذه البحرين لسعيد بن محمد بن كراز دمهيري تحتل المركز الثالث، بينما في رابع المراكز اللي تتقدم مراسيل احمد بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي من يحتل المركز الرابع في مسيرة هذا الشوط، شوط الختام في هذه المنافسة. بينما نتابع المركز الخامس زر الغدوم في هذه اللحظات من شعار سفير الأصالة يتقدم مع انطلاقة صدى سليم بن علي بن حبيب الهاشمي اللي تحتل المركز الخامس، بينما نتابع المركز السادس، سادس التحديات تتقدم هذه غزوين لعلي بن سالم الرايحي العليلي على المركز السادس، بينما سابع المراكز اللي تتقدم حدث لزعل بن علي بن زعل المنصوري، بينما في المركز الثامن اجد هنا اللي هي الواثقه لسعود بن محمد وسيف النيادي، بينما
في المركز التاسع اللي تتقدم اللي هي ايضا رند لسالم بن عبيد بن زويدان العامري، وعاشر المراكز اللي تتقدم في هذه اللحظات وفي هذه المسيرة المتميزة مشاهدينا الكرام. من خلال هذه الاندفاع وصلت في نهابة بشعار محمد بن حمد بن فطيس المري من يقدم لنا نهابة على المركز العاشر. هذه هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء للعشرة المراكز الأولى، ولكن بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى الإثارة وإلى التحديات وإلى المتعة الأولى في هذا الشوط وفي جولة الختام. يا سلام يا سلام يا جنرال المضمرين اللي راقب هذه الانطلاقة في مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول يقدم لنا أيضا البحرين سعيد بن محمد بن كراز المهيري اللي يتقدم على البداية الأولى، بينما في المركز الثاني أرى الملاحقة والقدوم من مراسيل أحمد بن سعيد بن علي بن حلوه الكتبي يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث أرى الغدوم من قبل رند لسالم بن عبيد بن سيدان العامري اللي يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع اللي تتقدم على رابع المراكز هذه حدث لزعل بن علي بن زعل المنصور يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس اللي تصل بالمنافسة القوية والتحركات الخطيرة غزوين لعلي بن سالم الرايح العليلي من يحتل المركز الخامس. ما شاء الله وتبارك الله، بدينا مشاهدينا الكرام إخواني المتابعين لهذا الانطلاق في الكيلو وفي أجواء الغلاف الجوي الأخير، والجنرال لازال المسيطر على زمام الأمور بانطلاقتي اللي هي البحرين. البحرين سعيد بن محمد بن كراز المهيري ورند، الرند اللي غيرت المقدمة اندفعت بالصدارة وبالمركز الأول في هذه اللحظات. سالم بن عبيد بن سويدان العامري انطلق مع البداية الأولى، أما في المركز الثالث تتواجد على المركز الثالث في هذه اللحظات هذه حدث لزعل بن علي بن زعل المنصوري، والسلامات عيناوية السلامات عيناوية على ظهر اللي هي رند اللي انطلقت بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. ما شاء الله وتبارك الله، تهانينا والناموس لسالم بن عبيد بن سويدان العامري الذي يطير بناموس هذا الشوط إلى أهالي مدينة العين مدينة الخضرة والجمال بدون أي أوامر. تهانينا لسالم بن عبيد بن سويدان العامري لحظة وصول رند إلى خط النهاية. المركز الثاني اللي أتت فيه مشاهدين الأعزاء اللي هي غزوين علي بن سالم الريح العليلي، وأما في المركز الثالث المركز الثالث حدث لزعل بن علي بن زعل المنصوري، والمركز الرابع فكان من نصيب اللي هي أيضا البحرين سعيد بن محمد بن كراز المهيري، وخامس المراكز فأصبح من نصيب صدى لسليب بن علي بن حبيب الهاشمي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء، النتيجة للخمسة المراكز الأولى، ونعود بالتهنية والناموس إلى مالك مشاهدينا الأعزاء اللي هي رند التي فازت بناموس هذا الشوط قطعة الخمسة كيلومترات في زمن مقداره مرحبا في زمن مقداره مشاهدينا الكرام 7 دقائق و50 ثانية. تهانينا والناموس لسالم بن عبيد بن سويدان العامري على هذا الفوز التي قدمته، رند التي فازت بدون أي أوامر لتهدي أهالي مدينة العين هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام شاهدتوا معنا 18 شوطا تنافسوا من خلالها الجميع، فتهانينا لكل الفائزين في صباح هذا اليوم، ونذكر بصاحبة التوقيت الأفضل من خلال انطلاقة سن الإذاعة في ميدان سيف العرب في صباح هذا اليوم، شقرة من اختطفت أول أشواط الأبكار المهجنات إلى سايل بتوقيت زمني مقدار غاطع الخمسة كيلومترات في 7 دقائق و5 ثواني. تهانينا لمالكة سعيد بن عوض بن خويتم العامري ليهدي أهالي زاخر هذا الفوز والانتصار والتوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم. هكذا نصل إلى الختام.
كما نشكر نادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة المنظم لكل انطلاقات رياضتنا في أرضية هذا الميدان وفي ميادين دبي. بلا شك أيضا جميع مشاهدينا الكرام، وكما نشكر فريق العمل هنا في أرضية هذا الميدان ميدان سيف العرب، كل الشكر للأجان، وتقبلوا تحياتي وتحيات الكادر الإعلامي، يستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه.